السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا، الله يحييكم من أبها. اليوم موضوع حساس وأرجو أن يفهم كما هو بدون أي لف أو حياد. موضوع اليوم يقولون ليش أنا ما أستخدم بطاقات الأسواق الكبيرة حساس أحصل على خصومات، أو أخذ مثلا الرز قيمته 75 إذا معك البطاقة هذه بتأخذه ب 65. أنا عني ما أشتري، ليه؟ أرى فيها حرمة، ممكن تكون حرمة بالنسبة لي. ما أطرقه الآن، عرضوه على شيوخ نقنعكم، لأن المشايخ الله يوفقهم التكاتل الاقتصادية والسياسية ما يفهمونها، يحكمون على الظاهر العام. طيب، أنا أقول البطاقات هذه فيها غرر وفيها جهالة وما في شيء بلاش، أي عشب بلاش يعرفك دافع قيمته 5 و6 مرات. لذلك لا تعطى البطاقة مجانا إلا أن في خلفها تبعات كبيرة جدا، يستخدمونك فيها، يبيعون تليفونك، يستخدمون عنوانك. ليش إذا البطاقة في جيبك أعطانا خصم؟ طيب ليش ما تكون الخصم للناس كلهم يروح السوبر ماركت؟ يعني اليوم في خصم على... طيب كيف غرر وجهالة؟ للحين في علم النفس يقولون عندهم علماء نفس رهيبين، اعرض بشكل جيد تولي الطلب غصبا عن اللي دخل. يعني هو يبغاك تدخل المحل وبتشتري غصبا عنك، لانه قاعد يعرض بطريقه معينه يختزن او يدخل داخل العقل الباطن حقك ويخليك تشتري انت وعيالك غصب. هذه واحده غرر عليك عند المعلومه هذه ما عندك. رقم 2، لديه سلع باسمه ضعيفه جدا، يعني ملح تاتا بريالين، هو يعمل ملح نانا قيمته ريال بس ما يسمي نانا، يسمي باسم السوبر ماركت حقه، قيمته ريال، يجي يحطه بريالين زي الملح الممتاز اللي دخله هو في سوقه، ما يدخل ملح رادي إلا ملحه هو، ويرفع التعبان اللي عنده بسعر القيمة الجودة العالية ثم يخفضه في يوم ويومين يرجع السعر الحقيقي اللي في بقية المحلات. وبذلك لأن هذا المنتج محتكر غير هو له، فلذلك الاحتكار صار حرام والسعر الحقيقي كان نص القيمة وانت فرضت عليه دبل القيمة. إذا أنت غشيتني في السلعة اللي قدمتها لي، ما أدري تخيلتوا الفكرة معي. طيب يا حبيبنا اعمل خصم على كل شيء، ليه ما تقول لي الخصم 5%؟ الضريبة اللي بنضيفها عليكم نلغيها، لكل شيء يدخل اليوم مخصوم الضريبة. ليش يحدد صنف ينزله اليوم ويرفعه بعد بكرة ويغير غيره؟ تدخل انت تبغى الصنف هذا ما حصلته، لقيت صنف هناك مخفض أخذته، وين قاعد ألقط الأصناف المخفضة؟ فأضطر أشتري أشياء ثانية قد لا أريدها وبأسعار مرتفعة، وبذلك يكون غرر علي وجهالة، لأنه يوم يرفعه هذا يخفض هذا يرفع هذا يخفض هذا ويخفض الأشياء الخاصة فيه. طيب في رز مشهور ألاقيه مخفض عنده بفارق 10 ريال، طيب ليه البقية ما خفض لهم؟ إذا هنا في لعبة بين الشركة والشركة، تواريخ قربت انتهاء، يعطون عليها خصم لهذا الكبير وما يعطون الصغار. اذا انت تقتل الاسواق الصغيره، شبابنا اللي يعطون قرض 200 و300 الف في رياده، تقتلهم هؤلاء العمالقه، لان تاخذ اشياء لا ياخذونها هؤلاء. اذا هو محتكر البضاعه، اذا هو عنده بطاقه بالنقاط والنقاط محرمه، اذا هو عنده احتكار، اذا هو عنده بضاعه سيئه باسمه ما يقدر احد يصنعها الا هو ويبيعها بسعر البضاعه الجيده، اذا هو يعمل عروض. مع ذلك الكبار هذول ارفع لهم القبعه، وظفوا سعوديين ومكنونا، لكن ما هو بالشكل هذا. نقتل الصغار، نتلقى الركبان، نغر عليهم، نعرض سعوديين على اساس الحريم، ورجال يطبون يشترون اشياء لا يريد ان يطلع من السوبر ماركت، مسكين يلعب على علم النفس اللي هو يعرفه انا ما اعرفه، يغر علي. ولذلك انا اقول البطاقه هذه اللي تجبرني اشتري منك بالقوه ما ابغى يا اخي، حط خصم في اليوم كامل واجي اخذه، لا تغر علي. ليش بضاعتك محتكره ما في الا انت تبيعها في المملكه العربيه السعوديه؟ ليه ايش معنى ما تبيعها للاخرين؟ واذا بعت تبيعها باربع اضعاف السعر عشان لينافسك. فهمتوا الفكره معي ليش انا اكره هذه البطاقات؟ لان في خلفها اشياء لا نعلمها. دائما تذكروا العشاء المجاني ضريبته عاليه، اعرفوا الكلمه هذه، سيتاجرون باسمك وبرقمك وبجوالك ويخلوك تجي غصبا عنك وتشتري من عندهم وما تشوف بقيه العروض الاخرى، عسى تكون الصوره واضحه. لذلك انا البطاقات الشبه المحرمه هذه اللي اقول فيها نقاط وتعالوا وتغرير واليوم في خصم واليوم ما فيه وبكره فيه وارفع هذا ونزل هذا اللي تاريخه انت عملك عليه خصم، لا احبها، الله مغنيني وانا في خير ما ابغى.